بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد عشان من هنا ورايح هي مش هتكون موجودة غير في قلبي وبس. يعني ايه يا حبيبتي؟ يعني الست اللي حضرتك عايز تجيبها تاخد مكان أمي، هتمحي كل ذكرى ليها وهتموت اللي فاضل في البيت منها. بس حضرتك ما ردتش عليا برضو يا صدقي بيه، هي موافقة؟ وممكن انزل اتفرج على أوضة النوم بعد ما ننقل الشبكة. طب وباقي البيت؟ ماله باقي البيت؟ لازمه تجديد علشان يستقبل عروسه. بقول ايه يا عزيز؟ اتفضل معايا في البلكونه ندخن سيجاره ونكمل كلامنا ونعمل اللازم. عزيز ما بيدخنش، والاتفاق يكون هنا في وسطنا كلنا احسن. عروسه عزيز بركلها الف مبروك. عزيز يستاهل كل خير. تاخرت قوي، قصدي المكان يعني اتملى. معلش ماليش حظ افطر معاك النهارده، عندي عمليه ولازمها تحضيرات كتير. طب ممكن تستناني لحظه من فضلك؟ اقولها يعني هتروح العمليه من غير فطار؟ ماشي. الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايوه ما هو ده كل اللي معايا دلوقتي. اختلفناش، بس اللي معاك ده اقل من المبلغ اللي اتفقنا عليه. حاضر هجيب لك بقيه الفلوس وانا جاي استلم الباسبور. هدول الراجل ده والناس دي كلها، وهدول اصحاب المكان ده كمان، والست دي، يلا بسرعة. بسرعة يلا. خير يعني سفية؟
اعذرني، بس اصل صوفيا اتقبض عليها واخدوها على الاسم، وقالت لي اروح لدكتور فريد عشان يبلغ القنصليه اللي جابوا لها محامي وهو مسافر. انا مش عارفه اعمل ايه. حصل ايه؟ بعتكي ليه الحربايه؟ هتروح فين في اخر الليل كده؟ الصباح رباح. على الاقل اروح الاسم نطمن. ومين قال اننا قلقانين؟ افتح الباب، هنقعد نهلل كده والجيران يسمعوا صوتنا. بلبس يا ماما بلبس. احنا مش وش اقسام وبهدله، ما حد من صحابها يشوف لها محامي، واكيد حبيب القلب لما هيعرف مش هيسكت وهيتصرف. ما تشغلش بالك انت. وقال ما لقوش حد غيرك يروحوا له، حركات نسوان ومفقوسه. بس على مين؟ تبقى تشوف مين هيروح لها ولا هيعبرها. نام انت بس عشان تلحق شغلك الصبح. انت بتعيط يا عزيز؟ مش هتأخر بعد اذنك. شكرا. لا لا كفايه كفايه، اكيد مش حاجه كل ده. مبقاش عاجبك اكل ابو محمد بعد ما خدت على اكل عايده؟ والله لو جابوا له طباخ الملك ما يحب اكله زي ما بحب اكلي انا. صح يا دكتور؟ امال انت هتنقله امتى هنا؟ لسه مش عارفين. انا جاي اقابل مدير المستشفى، العرض مباشر بس لسه في تفاصيل مش واضحه. طب بقول لوالدتك بدري شويتين عشان نلحق نفتح الشقه ونضبها لكم قبل ما تيجوا. ده يبقى يوم المنى لما ترجعوا، يبقى بيني وبينكم خطوتين بدل مشوار القطر ده اللي كام ساعه. اول ما نتفق على ميعاد هنزل ابص على شقه قريبه من هنا برضه. يعني تبقى الشقه في نفس العماره وبرضه تختار تسكن بعيد؟ سيبيه براحته يا ناديه، سيبيه براحته. يعني هي راحته ان هو يبعد عننا ويبعد عننا ناديه؟ اكيد مش عايز اعمل كده يا مولا، وكده راحتكم وراحت عايده مش انا عايش في نفس المكان اللي كان عايش فيه يوسف معاها. بلاش كل ما نيجي نهون على بعض نلاقي حاجة صعبة علينا كلنا. أنا آسف. حقيقي آسف. حقك عليا يا ندي. وهو حقه عند مين؟ أو أنت كمان تكون فاكر إن أنا مش حاسة بيه؟ كان لسه من شويه بيقول لي ان احوالهم بقت كويسه قوي مع بعض. وهو فريد عمره بيقول غير انه كل حاجه كويسه يا وجيه. عزيز انت كويسه؟ قصدي ما تقلقيش. كويسه؟ شكرا يا عزيز ان انت جيت، واسفه لو كنت ازعجتك. انا كنت قلت لكريمه تبلغ فريد عشان يتصرف. فريد مسافر وسيدي بيبلغ المحامي بتاعه لحد ما القنصلية تفتح الصبح ونبلغها. كان بدي اروح النهارده بس هو قال لي مش هيبقوا موجودين. محتاجة حاجة من البيت؟ اخلي كريمة تروح تجيبها لك. هي جت معاك؟ لا انا جيت لوحدي. في حد تاني تحب ابلغه؟ مفيش داعي نقلق حد تاني. خلينا نستنى لحد بكره الصبح ونشوف المحامي هيقول ايه وبعدها نقرر. صديق بيطمني وانا مش هسكت. محدش منا هيرتاح لحد ما تروحي على بيتك. وانا اسف لو اضطريت تباتي هنا ولو ليله واحده. بالليل قلتي مش جعانه ودلوقتي كمان مش هتاكلي حاجه؟ صدقني يا بابا ماليش نفس، المهم بس انت تاكل كويس عشان لو هتتاخر بالليل. ما تقلقيش مش هتاخر علشان خاطري. كلي اي حاجه. لا لا وحياتك مش قادره، انا قاعده معاك بس علشان ما تفطرش لوحدك ونس. يعني انا هروح للخياطه بعد العصر. طب كويس،
هبعت لك الشوفير بعد ما يوصلني الاوتيل. بونجور. بونجور. فطرتي؟ ايه صحتين. طب اقعدي معانا بس. نبيها شيلي الفطار واعملي لنا شاي. عرفتي ان صوفيا خرجت؟ عن جد؟ يا ترى الموضوع خلص على كده ولا في قضيه ولا ايه؟ لا لا، المحامي اكد لنا انه هي ما عليهاش اي شيء. الدكتور فريد ما قالش هيراجع امتى؟ بلا، حكيته من شوي، مفروض هلا يكون على الطريق. لما يوصل بالسلامه خليه يرتاح وقولي له يجي يشرب القهوه معايا. ايه اكيد بقول له. دي المجله اللي فيها الفستان؟ ما تنزليش من غير ما تاكلي حاجه، وبعد ما الشوفير يوصلك ويرجعك ابعتيهولي الاوتيل. عن اذنكم. اتفضل. اذنك معك. حرام، شكله كتير متضايق. ابدا، ده كويس خالص. فين الفستان؟ هيدا يجنن يا عايدة، يهبل. سيبي ده وروحي هاتي بقية الأكل عشان هفطر، وحسك عينك بابا يعرف إن أنا أكلت بعد ما مشي. لو سألك قولي له دموازيل نبيلة ما حطتش لقمة في بقها من امبارح، فاهمة؟ حكيكي شي عن هديك الست؟ لا، وأنا مش بسأله عشان أنا مش فارق لي غير إن هو يكون مبسوط، حتى لو ده هيجي على حساب صحتي وسعادتي أنا. طب ما عندك فضول تشوفيها؟ أبدا، الموضوع ده هيتقفل وساعتها احنا الاثنين هننسى كأنه ما حصلش. انما لو شفتها ولو من باب الفضول ده هيبقى معناه ان انا معترفه بوجودها، وده اللي مش هيحصل ابدا. انا بكتب لك وانا خايفه، خايفه اكتر من يوم ما اخدوكي مني. لما شفت البوليس أول حاجة فكرت فيها إنهم جايين ياخدوني وإني مش هعرف أوصلك، وبعدين لما عرفت هما هناك ليه حسيت إن حد بيذبح قلبي بسكينة تلمة. أنا كنت صدقت إني خلاص بقربلك، والحقيقة إن كل حاجة كنت فاكراها هتقربني منك راحت. الفلوس والباسبور، أنا رجعت لنقطة الصفر ومش عارفة هبتدي تاني ازاي ولا منين. أنا هقطع الورقة دي من الدفتر لأني كتبتها عشان أخرج الوجع اللي جوايا لما لقيت إن حتى العياط ما بقاش يهدي ناري. بس كمان ما ينفعش أسيبها فيها، ما ينفعش في يوم تفتكري إني قست. أنا هفضل أحاول، مفيش حاجة هتبعدني أو تشغلني عن إني أوصل لغير إني أموت. أنا لوحدي يا ليلى، حتى وأنا وسط الناس ودوشتهم مفيش حد يطمني ولا حاجة تقويني غيرك وغير أملي في رجوعك ليا. الحمد لله على السلامة. آخر مرة بتسافر لحالك؟ دول ليلتين بس، ولا انتي خفتي وانتي بقيت لوحدك؟ خفت شوي واشتقت لك شوي. انتي كمان وحشتيني. بابا وماما بيسلموا عليكي، كان نفسهم تكوني معايا انتي وناديه. بركي المره الجايه، او انا بقولوني يجوا لهون كم يوم. بتهيألي ابتدوا يفكروا، مع اني عارف انهم لو جم فهيبقى عشانك وعشان ناديه. انا بقالي 3 سنين هنا ما زورونيش ولا مره. يمكن لانه انت ما عزمتهم ولا مره من قبل، مظبوط؟ هم اصحاب بيت مش محتاجين عزومه. حتى اصحاب البيت اوقات بيكونوا بحاجه انك تطمنهم على مكانتهم عندك. اطلع غير تيبك عبال ما حضر الغدا، وإذا بدك فينا نظهر بالليل. هي نادية نايمة فوق؟
يا نايمة. طيب احنا ممكن نستأذن صفية لو تقدر تقعد بيها. مش مأكدة فيها تعمل هيدا الشيء. أيوة. بيقولوا الحبس للجدعان. ايه قالوا لك؟ أول ما عرفت حسيت بالذنب لأني ما كنتش موجود. بس عرفت إن عزيز عامل الواجب. والحقيقة قام بالواجب. ولواني متأكدة إن ده عمله مشكلة مع مامته. أنت أكتر واحدة عارفة إنه لو يطول يديك يعني هيعمل كده. ممكن يضحي بعينيه عشاني. بس ما عرفش يقف قدام أمه عشاني. ولا عشان نفسه. المهم تشرب إيه؟ ولا حاجة. أنا جاي أطمن عليكي. لا أطمن. أنا محتاجة أكتر من ليلة ولا اتنين في الحبس عشان أخاف. المهم الموضوع خلص؟ كلهم قالوا إن أنا ماليش علاقة باللي حصل. حتى اللي اسمه نصحي الحقيقة طلع نزيه وما كدبش. قال إن هو كان جاي بس يقابلهم هنا وإن أنا ماليش دعوة. تخرجوني. بس أكيد عينهم هتفضل على المكان. وده أكيد هيأثر على الشغل. ما كانش أثر عليه فعلا. هتعدي. كل حاجة هترجع زي الأول. هتقولي فريد قال. بكرة كل حاجة هترجع. يعني أعمل حسابي دفتر هنا؟ أمال هي كريمة فين؟ مش عارفة مش باينة ليه. لو كنت تشوفها يومها يا حرام. بنت مش وش بهدلة. بس كتر خيرها جريت على عزيز ساعتها وبلغته. اتفضل. كويس انك جيت. انا مضيتكوا شوف المرتبات. ابعت حد يبلغ مسيو رمسيس يجي يقابلني الاسبوع ده عشان نتناقش في بروجرام ليله راس السنه. حاضر يا فندم هبلغه. وكنت جاي ابلغ حضرتك ان الست نعمات موجوده وعايزه تقابل حضرتك. ايه لو تحب حضرتك امشيها؟ لا لا خليها تتفضل. جايز محتاجه حاجه. اوامر حضرتك. هدخلها وهبعت حد حالا لمسيو رمسيس. استأذن. اتفضلي يا ست نعمان. يزيد فضلك ويعلي قدرك ويكرمك قدر يا كريم يا رب. يا سلام على الدعوة الحلوة لو جت الصبح قبل زحمة الشغل. يعلم ربنا ان انا بدعي لك كل يوم الصبح وقبل ما احط راسي على المخده وانام. قال الست الوالده اسمها ايه عشان الدعوه تيجي مظبوط. ايه اللي انت جايباه ده؟ مش انت مره قلت لي انك بتحب الحمام بس ما بيعملوش عندك في البيت علشان تقيل؟ فقلت اعمل لك طاجن حمام بالفريك انما ايه يستاهل بقك. بص يا سيدي اهو ما هنش عليا يبقى نفسك رايحاله وما تاكلوش. طب كلي معايا عشان تفتحي نفسي ولو ان شكل الاكل لوحده يفتح النفس. لا انا مش عايزه اعطلك عن شغلك. بابا موجود؟ اهلا حبيبتي. قلت بدل ما ابعت لك السواق اجي معاه واخدك ونروح سوا ولا لسه قدامك شويه؟ لا 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 انا كنت بخلص شويه ورق. لو لسه عندك شغل انا ممكن ادخل استنى معاك لحد ما تخلص. لا لا تعالي ناخد برتقال في الكافيتيريا وبعدين نروح.
صباح الخير يا مرة. صباح النور. قولي لي امتى ماما عايزه تنزلي السوق عشان انا اروح بدري. انا كلمت نظيره واخوها لطفي واتفقنا ان جهازي يكون بالنص، واعمل حسابك ان خطوبتك على ساره يوم الخميس الجاي. ايوه بس احنا هنعمل الخطوبه على الضيق، والليله كبيره يوم الكتوبه والفرح. بس الخميس قريب قوي. ليه؟ لو انت العروسه وراك فستان تجهزه ولا لوازم تشتريها؟ لما تروح المستشفى بأعزم فريد وأنا هبأعزم عايدة. مش هتاكلي طيب؟ منه لله اللي سدد نفسي على الأكل، والدنيا بقى لي كام يوم. يعني ما حاولتيش تعرفي إذا كانت خرجت ولا لأ؟ مش كفاية ساكتة كل ده؟ هو انا كلامي كان هيعمل ايه يعني؟ كان حقتك يوميها تروحي الكراكون تشهدي باللي تعرفيه، يمكن كلمه الحق دي كانت تخرجها. كراكون ايه بس؟ انت مش بتقولي شفتيها قبل كده وهي بتتخانق مع الجماعه دول عشان جابوا الراجل ده عندها؟ هو كان في حد هيصدقني؟ كان هيقولوا دي بتشتغل عندها ولازم تحملها. ان شاء الله تخرج ويسيبوها في حالها. وانت فكرك يعني حتى لو خرجت هيسيبوها في حالها؟ مش بعيد ينطولها كل شويه، ولا يحطولها مخبر يدبقها في الرايحه والجاي، ولا يراقبوها في المكان لحد ما يتاكدوا ان ما وراهاش حاجه كده ولا كده. بس سواء خرجت ولا ما خرجتش، ما يصحش الست في موقف زي ده ما تلاقيكيش جنبها ولا بتسالي عليها. وادي المكان فاضي زي ما انت شايفه، كلها يومين ثلاثة والموضوع هيتنسي. أنا عارفة، أنا بس بقولك ده علشان أفهمك إن أنا مش متضايقة من اللي أنت جاية تقوليه. بجد مش متضايقة يا صوفيا؟ يا ستي قلتلك مش متضايقة. طيب روحي أنت دلوقتي ونكمل كلامنا بعدين. أنا بس كملت أشرح. مساء النور، إزاي حضرتك؟ كويسة خالص، ده أنا ما كنتش كويسة كده بقالي مدة. يا رب دايما. زي ما قلتلك انا ولا زعلانه ولا متضايقه، ما تحمليش هم الموضوع ده خالص. طيب استاذن انا. اتفضلوا. معقوله حضرتك تفضلي واقفه كده؟ اتفضلوا. عشان العطله. مفيش عطله ولا حاجه، حضرتك شايفه اهو الزباين مش فوق بعض يعني. لا يا حبيبتي، انا اقصد عطلتي انا، ورايا مشاوير كتير. حضرتك مش قلتي انك دايخه وعايزه تاكلي حاجه مسكره؟ ايوه هناخدها وناكلها في الطريق. صحيح، كفاره. ماما طول عمرك صاحبة واجب. أمال ده حتى عزيز ما ودهوش الاسم يوميها غير الواجب. هفضل مديوناله بوقفته جنبي. لا أبدا، أنا ما عملتش غير الأصول. يو الكلام هياخدنا، وأنا بقولك مش فاضية. تحبوا تشربوا إيه؟ أجيب لحضرتك كيكة ولا تارت؟ لا لو عايزة تخدميني بصحيح أنا عايزة حاجة تانية. خير؟ عايزاكي تحضري لنا كام صنف كده عشان يوم الخميس. مفيش داعي، انا قلت ان انا هتصرف. ما الست بتقولك مديونالك فرصه تسد الدين. اصلي خطوبه عزيز يوم الخميس. مبروك، الف مبروك، ده احلى خبر سمعته. حضرتك شوفي الاصناف اللي انت عايزاها وانا هعملها وهجيبها لك بنفسي لحد البيت. كان نفسي نعزمك بس الخطوبه في بيت عروسته عدية، بس الأهل والصحاب، إنما الفرح طبعاً لازم تيجي. يلا يا ماما قبل ما المحلات تقفل. يوم ما تسربعنيش، مش كفاية سربعتني في الخطوبة. مبروك يا عزيز. عقبالك صوفيا. اسمها عقبال ما تجوزي ابنك. وين أجوزه وأتجوز أنا كمان، مفيش حاجة تنفع. يلا بينا يا عزيز هنتأخر. Thank you.
فريد أنا هون. سعيدة. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. نيالنا كريمة قبل تساعدنا مع نادزا وفيها تبلش شغل من بكرة. اتفقنا انه بتضل طول اليوم مع نادزا لوقت ما تنام، واذا انا وياك شي نهار بدنا نروح نسهر فيها تنام هون. بس لازم نحكي مع صوفيا قبل لما تحس انه اخذنا منها كريمة بلا اذن. انا اديت لها فكرة زي ما قلت لحضرتك وهي مش ممانعة. طيب كتير منيح، لكن بتبلش بكرة ما تتأخري. ينسيت الأكل على النار. أنا كنت لسه بفكر أعدي على جريرة في التياترو عشان أطمن عليك بعد اللي حصل مع صوفيا. القلوب عنده بعضيها. طمن حضرتك أنا بخير. طب منيح لحقت الأكل وقال لك رح تموت من الجوع. عملت لك أكلتك المفضلة. طب أنا هستأذن عن إذنك. لا لا خلي حضرتك، أنا عارفة الطريق. شوف حضرتك بكرة الصبح. ناكو ريحات الأكل قبل ما يبرد. يا بنت كفايه شكشكه، ليه تتشكي في قلبك؟ تعالي يا جليل ادخلي. كنت عايزه اخد رايك في الغنوه الجديده اللي بتدرب عليها، بس شكلك مشغول. استني لاخر الليل اخلص نمرتي واسمعك بمزاج. لا يبقى خليها لبكره، انا لازم اروح. هتروحي دلوقتي؟ معقوله؟ انا خلصت نمرتي وبعدين رجلي مش قادره اقف عليها. روحي هاتي لي فستان التين. حاضر. ما بلاش شرب قبل نمرتك. ما تفكي كده بدل ما انت عامله زي تلامذه مدارس الراهبات. لحق الواد زي طفش كده برضو عليا. انت هتعملي زعلانه. انت عارفه انت ايه مشكلتك يا جليله؟ عرفيها لي، يمكن اكون مش واخده بالي. مشكلتك انك عامله انك مش واخده بالك. مش واخدة بالك إن الواد بيحبك أكتر بكتير مما بتحبيه، وإنك مخليه جنبك بس عشان يملى عليكي وحدتك. بتضحكي على نفسك وتقولي إنك بتحبيه. مش واخدة بالك كمان إنك هنا وحلمك هناك بعيد في آخر الدنيا، لا عايزة تروحي له ولا وقفتي وسلمتي. وهو أنا عشان أوصل لحلمي لازم أمشي في نفس الطريق اللي مشيتي فيه؟ لو انت فاكره انك قده، انت صوتك حلو وطلت الجنان ما قلناش اي حاجه، لكن ده يا دوبك يخليكي نمره في وسط البروجرام، ما يخليكيش النمره اللي الناس تستناها اخر الليل. ما حدش بياخد كل حاجه، كل خطوه هتاخديها لفوق فيها ثمن لازم يدفع. جليله بتغني، جليله بتغني وبس. لو فعلا كنت عايزه تغني وبس كنت رضيتي باللي انت فيه. ما في شغل اليوم؟ عندي عملية بس متأخرة شوية. لو عملية واحدة يعني في احتمال نتعشى مع بعض.
صباح الخير. صباح الخير. كيف كانت التمشية؟ مشينا لحد ما زهقت ونامت ويا دوب صحيت واحنا داخلين على البيت. أنا رح أظهر شوي، رح روح مع نبيل أجيب غراض من السوق، مش رح أتأخر. إذا معك وقت فيك توصلنا على طريقك. أكيد. ممكن تغيري لها تيابه؟ يمكن هلأ صار وقت أكله كمان. آه كمان ساعة، تقلي شو أنا عارفة الموعد. بدي أفرجيك لفصاتين، بدي أختار بيناتهم كرمال عزومة عزيز. عبالي ألبس على ذوقك بهالنهار. عارف انا ما بفهمش كتير في الحاجات دي، بس اكيد هيبقوا حلوين عليك. ومن وقتها ما قابلتوش. انا واحده ما حلتش الا كرامتي يا جليل. والله يا قبل انا مش عارفه اقول لك ايه. وتقولي لي ليه؟ ما انا قلت لنفسي خلاص. انا من ساعتها وانا عماله اقلب الموضوع في دماغي. نفرض ان احنا استنينا لغايه ما بنته اتجوزت وتممنا الجواز احنا وقتها، هنعمل ايه لما تيجي تزوره؟ هستخبى جوه زي الحراميه ولا هنزل الف في الشوارع كعب داير لحد ما الصنيونه تمشي؟ لا يا قبل، هو اكيد مش هيقبل بكده. قبل؟ قبل يا اختي؟ ده ما استعناش حتى يرجع يكبر بخاطري. ولا ربكته لما سمع صوتها؟ ده احنا لو عاملين عامله ما كانش هيبقى خايف كده. أنا الدنيا جت عليا كتير بس ما حدش كسر عيني كده. والكسل لما بتيجي من حد قريب انت متعشمة فيه، متعشمة يبقى سندك وضهرك، بتوجع أكتر بكتير. سعيدة. ازيك يا فريد؟ أنا كويس. انت فاتحة لحد متأخر ليه؟ بحضر شوية حاجات عشان خطوبة عزيز. أنا سمعت إن طنط ماجدة هي اللي طلبت منك كده. بصراحة كويس. أديني اتشغلت في حاجة بما إن اليومين دول مفيش شغل كتير. دقيقة وأحضر لك حاجة تشربها. لا ما تتعبيش نفسك، أنا كنت بشتري شوية حاجات من الشارع اللي وراكي. قلت أعدي أطمن عليكي. كريمة، ده أنتِ لسه هنا. كتر خيرها، لقيتني محتاسة جت تساعدني. كاملين. أنا عايدة قالت لي إنها استأذنت منها ساعة بدري عشان تجي لك. وإحنا طبعًا أي حاجة ليكي ما نقدرش نقول عليها لأ. انتي اتأخرتي قوي يا كريمه، سيبيني انا هكمل وروحي انتي. لو مروحه عند جليله انا عندي مشوار قريب من هناك، ممكن اوصلك. مش عايزه اتقل على حضرتك. الوقت متاخر وجاي لك توصيله مجاني، فيهاش كسوف. طيب هجيب حاجتي بس. هو انت كنت بتعزم عزومه مركبيه وانا وردتك؟ لا خالص، هي في طريقي. وانت رايح فين متاخر كده؟ التياترو قريب من بيتها؟ لا انا مش رايح التياترو. أنا جاهزة. عن اسمك. تصبح على خير. هو أنت من أهل الخير. تفضلي. في حاجة محيراني وعايز أسألك عليها من يوم ما جيتي بتشتغلي. عندكم ليه وافقتي بعد ما قلت لا؟ عشان لما فكرت لقيت إن الشغلانة ما فيهاش تعب زي الشغل عند صوفيا، وفي نفس الوقت بعد اللي حصل المحل هياخد وقت إنه يرجع له الزباين تاني زي الأول، وانا مش حمل من الفلوس اللي بتدخل لي تاني. بس كان ممكن تلجئي لي وانا اقدر اساعدك تلاقي لك شغلانه كويسه. طب ما هي معقوله. ودي شغلانه كويسه. رجعت وعقلتها لقيت ان مدام عايده مش طالبه مني ان انا اخدم في البيت، دي طالبه مني اخلي بالي من نادي. دي حاجه انا ببقى مبسوطه قوي وانا بعملها.
فتخيل بقى لو كمان باخد عليها ما هي. أنا لقيت ده. ده بتاع عايدة بتدور عليه. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب، لنا قادرة من حبك أخف ولا قد ولا قد أعراض الانسحاب.